مازلنا متواصلين معاكم 8:54 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم معنا في المباشر. وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس واحد الناطق الرسمي باسمها السيد القاضي فوزي المصمودي، شكرا على قبول الدعوة وصباح النور سيد القاضي. صباح الخير اختي صال وصباح الخير مستمعي شمس فم. مرحبا بك. نحكيو على جريمة قتل غامضة لامرأة داخل المنزل نتاعها، لو كان تعطينا بعض التفاصيل. صحيح، هي فما برشا غموض في الواقعة هذه اللي صارت اللي تم الإعلام عليها أمس تقريبا مع منتصف النهار. تم التفتن لمنزل وفي داخله يعني فما جثة لامرأة. بطبيعة الحال تمت في الوقت فتحنا بحث تحقيقي في قاضي التحقيق تعهد بالموضوع، عطينا بعدلية لفرقة الشرطة العدلية بساقس المدينة لمباشرة الأبحاث، وتمت الأعمال الأولية كالمعاينات معنى أخذ العينات من مكان الواقع. هي جثة يعني المرأة متحلة نسبيا، فما فيها يعني عندها بعض عينات موجودة في المكان هذاك، فيها عندها يعني أثار دماء. بطبيعة البحث التحقيقي تحل كل من أسامي كشف على البحث من أجل قتل العمد مع سابقية القذف. لهنا هل تم التبليغ أو كيفاش معناتها وصلتكم المعلومة؟ اي فما ابلاغ، يعني فما ناس اللي ربما فما بعض الروائح اللي ولات معناها خرجت من المنزل هذايا، فما شك من الاجوار تم الاعلام على هذه. ما مدى صحة المعلومات اللي تقول انه الجنسية ربما ليست تونسية؟ هل معناتها تنجم تحدد لنا الجنسية ان كانت تونسية او لمهاجرة غير نظامية من جنوب الصحراء؟ والله هو هذا هو الغموض، لأن يعني الجثة الوضع اللي كانت عليه ما يسمحش باش نتعرفوا عليها. أيوة. لكن أكيد في الساعات القليلة ولا القادمة هذه اليوم باش نعرفوا أكثر معطيات الأقرب للواقع، كوني تكون امرأة تونسية ليش أجنبية. الأقرب هذا الأقرب للواقع، الاحتمال الأقرب توا. أيوة. حسب تقدم الأبحاث المنزل هو على تصرف شخص أجنبي. فما بعض الشبهات في أشخاص، عرفنا بعض الهويات، تم إدراج بعض الأشخاص هذوما في التفتيش في اعتبار موقعش العثور عليهم. يعني العمل التحقيق إن شاء الله قاعدة تقدم، وأكيد كونوا فما بصمات فما عرض على الطبيب الشرعي هذوما اليوم الكل باش تزيد تقدم الأبحاث وتوضح الملابسات كاملة إن شاء الله. لهنا من خلال الأبحاث نتاعكم الأولية، هل أنه مقيمة وحدها؟ هل أنه الأشخاص هذوما اللي محل تفتيش معناتها قرب منها معناتها دمويين أقاربها وإلا أجوار وإلا صارت شجارات وخلافات؟ لا الأقرب ما فماش قرابة، ما فماش قرابة، لكن فما معناها ربما علاقة بين الأطراف اللي تخلي معناها الناس هذوما يتردوا على المنزل هذايا. هذا هو تو المعطيات اللي موجودة، لكن أكيد تستحق الأكثر. نجم تكون بغاية السرقة وإلا مش موجود المعطى هذا من نجم؟ لا مبدئيا بعد فرضية السرقة لا. ما نعرفش هل إنها مقيمة وحدها وإلا في إطار معناتها يقيموا معها ناس أخرين؟ لا هو الإقامة والمنزل تول حسب معلومات هي على ملك، هي في استعمال، هي مش ملك على وجه الكراء. هي في استعمال شخص أجنبي. واضح. من خلال بلي سؤال بسيط موجه لك انت معناتها سي فوزي المصموتي، وانت ناطق رسمي باسم معناتها المحكمه الابتدائيه لصفاقس واحد، هل تلاحظ انه هناك ارتفاع لنسبه الجريمه والا لا، وخاصه على مستوى النوع الاجتماعي؟ لو معناتها عندك اجابه طبعا. والله ما فماش حاجة اللي هي تدعو للفزع، ما عندناش أرقام مرفعة، ما عندناش جرائم يعني نتذكر في سنوات فارطة، بالعكس كانت الجريمة ربما كانت النسق بتاعها أرفع. معناها حقيقة ما عندناش جرائم، فما جرائم بطبيعة تصير يعني دوريا وفي بعض حاجة عادية، معناتها النسق عادي، هي ظواهر اجتماعية لأسباب ساعات تكون أسباب تافهة وبسيطة، يعني للأسف معناها نفس بشرية هكاك تمشي معناها في الأسباب، معناها حتى خلاف بسيط بين زوج أصحاب، معناها أصحاب وعلاقة كبيرة. لكن هالمدة هذه ما عندناش فما جرائم، لكن ما فماش الشيء اللي مهول واللي يدعو للخوف، وربي يسر بلادنا وربي يسر المجتمع، واكيد فما ضوابط لازم ديما تكون موجوده في المجتمع على الاقل باش نحافظوا على التماسك ان شاء الله.
شكرا لك وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس واحد ناطق رسمي باسم المحكمة فوزي المصمودي على كل ما أفتنا به.